أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا أنا من أنا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا. أني لم أفعل بفلان، نعم، وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا من العقوبة. يقول: فما يجب علي الآن؟ عليك التوبة، وعليك أن تعترف بالحق الذي عليك، تعترف بالحق الذي عليك لخصمك، تعطيه إياه وتطلب منه المسامحة. عليك أمران: أولا التوبة إلى الله، ثانيا رد الظلم إلى المظلوم وطلب مسامحته. نعم.